أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية اليوم الثلاثاء عن خطتها لعام 2018، والتي تركز على ضمان أمن وأمان الأنشطة النووية وحظر الانتشار في الدولة. وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسون خلال الإحاطة الإعلامية أن دولة الإمارات تحقق إنجازات فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وأن الهيئة قد حققت إنجازات في عام 2017 من خلال ضمان تحقيق التزامات الدولة المنصوص عليها في وثيقة السياسة العامة في تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية لعام 2008. وتركز استراتيجية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على القيام بتنفيذ برامج رقابية عالية المستوى حول الأمن النووي والأمان النووي، فضلاً عن الوقاية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي. وسوف تقوم الهيئة بتنفيذ برامجها التفتيشية في محطة براكة للطاقة النووية، حيث تقوم حالياً بمراجعة طلب لإصدار رخصة لتشغيل الوحدتين الأولى والثانية للمحطة. وسوف يجري إصدار رخصة التشغيل بعد تحقيق شركة نواة للطاقة كافة المتطلبات الرقابية المطلوبة لدى الهيئة. ففي عام 2017 قامت الهيئة بإجراء 40 عملية تفتيش في المحطة، والتي شملت التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين، فضلاً عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلومات وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات.